في موريتانيا، فناقش البرلمان أوضاع المهاجرين الموريتانيين في الولايات المتحدة، وذلك بعد توجيه النواب المعارضة أو نواب المعارضة أسئلة إلى الحكومة حول أدائها إزاء قضية العديد من الموريتانيين الذين يقبعون في السجون بالولايات المتحدة. خصص البرلمان الموريتاني جلسة علنية لبحث قضية المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين في الولايات المتحدة، لا سيما من هم داخل السجون. ودخل أزيد من 12 ألف موريتاني في العامين الأخيرين إلى الولايات المتحدة، من ضمنهم نحو 1500 ما زالوا حتى الآن يقبعون في السجون، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن النائب الموريتاني يحيى ولد اللود. نواب من المعارضة طالبوا بأن تكشف الحكومة عن استراتيجيتها لوقف نزيف الهجرة والآليات التي يجب اتباعها لمد يد العون للشباب الموجودين في الملاجئ الأمريكية. الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالموريتانيين في الخارج محمد يحيى ولد سعيد ذكر أن موضوع المهاجرين غير النظاميين معقد ويحتاج بعض الوقت لمعالجته، وأشار إلى أن النظم والقوانين الداخلية لإدارة قضايا الهجرة في أي دولة لا يحق لدولة أخرى التدخل فيها، مضيفا أن سفارات موريتانيا في الدول الشقيقة والصديقة تتواصل بشكل مباشر مع جميع جالياتها من أجل حماية مصالحهم. وكانت السلطات الأمريكية أعلنت منتصف ديسمبر الماضي ترحيلها دفعة من المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين إلى بلادهم في ثاني عملية من نوعها خلال شهرين، غير أنها لم تحدد عدد المرحلين. وتشير تقارير محلية إلى زيادة إقبال الموريتانيين على الهجرة غير النظامية في الأعوام الأخيرة، بحيث يقطع هؤلاء رحلة طويلة تمتد لشهرين وتمر من دول أمريكا الجنوبية قبل الوصول إلى الحدود الأمريكية المكسيكية. من فيرجينيا معنا سيد إدي محمد الناشط السياسي الموريتاني. سيد محمد مرحبا بك معنا في هذه الساعة لنقاش هذا الموضوع الذي يشكل اليوم يعني حركة سياسيا كبيرا في الداخل الموريتاني. يبدو أن السيد إدي محمد حتى الآن ليس جاهزا بعد، ولكن فور جهوزية الضيف سنقوم بمناقشة هذا الموضوع معه، وكيف سيؤثر هذا القرار على خصوصا الذين هاجروا للولايات المتحدة وهم يقبعون في بعض السجون أو في المعتقلات الأمريكية. يبدو أن السيد إدي يسمعنا الآن، مرحبا بك سيد إدي في هذا النقاش. هل الهجرة، هل مشكلة الهجرة بسبب أن البلد ما زالت لم تخرج من عنق الزجاجة أم بسبب المغريات الخارجية؟ أظن أولا دعني أقول لك بأن الهجرة من في الموريتانيين ليست ظاهرة جديدة. الموريتانيون هاجروا في أوقات مبكرة إلى أوروبا، إلى إفريقيا، إلى الحجاز. الجديد هذه المرة هو العدد الهائل في وقت قياسي من المهاجرين التي لم نتعود على أن نراه في بلد كموريتانيا، زيادة أن موريتانيا لم تتعود على الهجرة السرية، وهذا له نتائج، له أسباب اقتصادية واجتماعية، هي أن غلاء المعيشة والتضخم إلى غير ذلك من العوامل الاقتصادية أدى إلى أن الشباب والسياسات التشغيل غير محكمة أدت إلى أن الشباب وجدوا الكثير منهم في وضع مقلق جعله يفكر في الهجرة. هناك أيضا أسباب اجتماعية، منها بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، حتى أنك ترى اليوم إما غني ذري أو فقير، في رجل فقير لا يمكن حتى باستطاعته أن ينفق على دراسة أولاده أو معيشتهم اليومية. ومن الظاهر الاجتماعي أيضا والذي يشكل تحول يشهده المجتمع، حتى أن نرى النساء الآن من ضمن المهاجرين الغير شرعيين في عبر الحاجز الحدودي جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب بما انك في الولايات المتحده الامريكيه، ما هي المعلومات يعني المؤكده على الاقل حتى الان فيما يتعلق بالذين هاجروا للولايات المتحده وهم الان يقبعون في المعتقلات؟ ما هي خلفيات هذه القضايا؟ هل هي قضايا هجره؟ هي قضايا هجرة بامتياز. الموريتانيون مسالمون بطبيعتهم، وفي الحدود العدد كبير من موريتانيين وجنسيات أخرى، وهناك يقال إنه شيما عشوائي، البعض يحتجز لأيام ويترك ليدخل بشروط معينة، لتكون عنده محاكمة مع قاضي هجرة وضابط هجرة في وقت معين، والبعض يحتفظون به بوقت أطول، قد يطول إلى شهور. هناك الآن للأسف يتحدث عن أكثر من 1500 موريتاني في سجون الهجرة الأمريكية، والبعض تمت إعادته إلى البلد، وهذا جزء من هذه الحزمة، جزء من هذا. هناك من يدخل لا أقول بسهولة لكن بصفة أسهل من البعض الآخر، والبعض تحتفظ بسلطات الهجرة في الحدود حتى تعيده أو تطلق سراحه بعد شهور وبعد أسابيع. طيب يعني خلال العام الماضي الآلاف من الموريتانيين هاجروا للولايات المتحدة على وجه الخصوص، لماذا الولايات المتحدة؟ وكذلك ما هي طرق الهجرة للولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة بعيدة جدا من موريتانيا، ليست كدول أوروبا على سبيل المثال يفصل بينهما يعني محيط أو بحار. هذا يعود إلى الأسباب التي قلت لك، لأن بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي، الأسباب الاقتصادية والأسباب الاجتماعية، هناك عامل الوسائط الاجتماعية الحديثة، والتي يروي فيها البعض تجاربه بالصوت والصورة وهو يعبر الحدود ويعبر بلدان لاتينية، ويرى وبعضهم أيضا يحث الشباب الآخرين بالالتحاق بهم. إذن الوسائل الاجتماعية والتي هي جزء من العولمة ساعدت بقدر كبير في انتشار هذه الظاهرة وبصورة سريعة. إذن بالصوت والصورة الشباب يوثقون هجرتهم ويبعثون بذلك باعثين رسائل تحث الآخرين على الالتحاق بهم، وهذا ما ساعد في العدد الكبير. طيب يعني طيب سيد إدي، يعني هل يفهم من حديثك بأنه لا نشاط للمهربين والمنظمات التي تشتغل وتعمل في تهريب البشر في موريتانيا، هي من تنسق هذه الرحلة الطويلة عبر الدول اللاتينية؟ لا أبدا، لا ليست هناك بالمفهوم العصابات في تنشهد في دول أخرى في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية. هي مجرد مبادرات شخصية، شباب يؤثرون على شباب آخرين ويحثونهم ويسهلونهم طريق، لأن تجد الموريتاني وهو ما زال في موريتانيا عنده الكثير من الأخبار التي والمراحل التي سيمر بها من نيكاراغوا إلى المكسيك إلى الولايات المتحدة. أنا أرجعها إلى قضية الوسائل الاجتماعية والبعض الذي يشاطر تجربته مع الآخرين ويتأثرون به، وإخوته الصغار وأبناء عمي وأصدقائه في الدراسة أصدقائه في العمل يتأثرون به ويحثون حذوه. شكرا جزيلا للسيد إدي محمد دن الناشط السياسي الموريتاني، كنت معنا من فيرجينيا.